الآن مشاهدين ينضم معي عبر الهواء مباشرة السيد سيرجيز نزار محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي من عمان عبر سكايب. مرحبا بك سيد نزار. أبدأ معك مما قالت عنه سومو. سومو العراقية قالت إن العراق يرى اتفاق أوبك بلس على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في الشهر كافي لاستيعاب الطلب وأيضا تحقيق استقرار السوق. هل ترى بأن هنالك ضرورة لزيادة الإنتاج وفق المعطيات الحالية؟ بالنسبة لرفع الإنتاج أرى بأن بالفعل هنالك ضرورة لرفع الإنتاج، لكن ليس الضرورة بأن يتم رفع الإنتاج بمقدار كبير، حيث أن التوقعات تشير بأن أوبك وحلفائها من المتوقع أن تبقي على أغلب الخفض الذي قامت به خلال الفترة الماضية والأشهر الماضية، ونحن نتكلم عن رفع تدريجي وهي مستمرة بهذا الاتفاق. فبالفعل أعتقد بأن رفع الإنتاج بواقع 400 ألف برميل سيكون مناسب، خصوصا لو قارناه أيضا بتوقعات إدارة معلومات الطاقة الدولية التي تتوقع أيضا أن يستمر التعافي في الطلب العالمي، لكن هذا التعافي قد يكون أبطأ قليلا مما كان متوقع سابقا، وذلك بسبب الانتشار الذي شهدناه من متحورات فيروس كورونا والتي أضرت نوعا ما في الارتفاعات التي كانت متوقعة في الطلب العالمي. بالتالي الرفع بمقدار 400 ألف برميل أعتقد حاليا بأنه كافي، وأن كنا نتحدث عن عدم كفاية المعروض فهنالك ظروف أخرى تسببت في عدم كفاية المعروض، وليس العرض نفسه الذي تنتجه كبرى الدول المنتجة في العالم مثل منظمة أوبك وحلفائها. هنا أنتقل أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أظهرت آخر التحديثات بأن الإنتاج الأمريكي من النفط انخفض بأكثر قليلا مما كان متوقع، وهذا الانخفاض في الإنتاج الأمريكي قد يقابله أيضا ارتفاع حتى ولو بشكل تدريجي في التدفقات من براميل النفط من أوبك والحلفاء. فباعتقادي بأن رفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل قد يكون مناسب للظروف الحالية والمتوقع على الأقل خلال الشهر المقبل حتى شهر ديسمبر أيضا مع استمرارية هذا الرفع التدريجي. ماذا عن الضغوط العالمية على المنظمة، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي يعني حث مجموعة العشرين على زيادة الإنتاج؟ الآن عندما ننظر إلى السياسة الأمريكية فهي تأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الكبير الذي حصل في أسعار الخام عالميا والذي أثر أيضا على المستهلك الأمريكي. نحن نعلم بأن المستهلك الأمريكي يهتم وبدرجة كبيرة بالعادات الاستهلاكية بالدخل وكذلك بمستويات الأسعار، فعندما تلاحظ الإدارة الأمريكية بأن هنالك عدم راحة من المستهلكين هنا تبدأ في تصريحات قد تكون أقرب لأن تكون سياسية في المطالبة بزيادة أو رفع الإنتاج. لكن لو أخذنا حقيقة الارتفاع في أسعار النفط أسبابه، سوف نلاحظ بأن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط إن كان شهر سبتمبر أو حتى على الفترة الماضية من هذه السنة، فكان هذا الارتفاع في أغلبه سببه غير متعلق في زيادة الطلب أو نقص المعروض، بل المشكلة تحديدا بحسب اعتقادي هي عدم وصول المشتقات النفطية والنفط إلى المستهلك النهائي أو المصافي. وهنا نعود مرة أخرى للحديث عن اختناق سلاسل الإمداد. كذلك هنالك أمر مهم وهو الارتفاع الكبير الذي حصل في أسعار الغاز عالميا وكذلك الشح الذي حصل في الفحم الحجري وغيره من أنواع الطاقة، مما تسبب لتوجه العديد من الدول، أكثر منها الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والهند أيضا ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، لتتوجه إلى النفط لتعويض هذا الارتفاع إن كان بأسعار الغاز أو النفط بالفحم، وهذا أيضا صب في صالح دفع أسعار النفط للارتفاع. بالتالي المطالبات السياسية والضغط السياسي حتى لو استمر وحتى لو قامت أوبك بخلينا نقول أنه رفعت الإنتاج بأكثر مما هو متوقع بأرمع 400 ألف برميل، فهذا قد لا يكون الحل الحقيقي للمشكلة. فالحل الحقيقي حاليا هو السيطرة على سلاسل الإمداد، إعادة الاستقرار فيها، وهذا ما قد يظهر لنا لاحقا بأن الطلب والعرض قد يكون حاليا في مستويات أقرب لأن تكون متكافئة ومناسبة. فبالتالي أعتقد بأن
كل الضغوط السياسية أو الحديث من البيت الأبيض هو متعلق سياسي كنتيجة عن ربما تكون كشكوى من المستهلكين مع الارتفاعات الكبيرة إن كانت في التضخم التي يسببها ارتفاع أسعار النفط وأيضا القدرة الاستهلاكية وتغيرها بالنسبة للمستهلكين مما قد يؤثر على الاقتصاد الأمريكي. طيب، المخزونات الأمريكية ضغطت على أسعار الخام خلال الأسبوع الماضي، لكن الأسعار تحولت إلى التعافي في نهاية الأسبوع. برأيك ما الذي رفع الأسعار رغم زيادة هذه المخزونات؟ بالفعل كما تفضلت، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع المخزون الأمريكي بواقع 4,300,000 برميل. لكن دعنا الآن ندقق في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فالارتفاع في مخزونات النفط لم يدفع المخزون الإجمالي إلى مستويات مرتفعة، بل هو ما زال ما دون المتوسط لخمس سنوات لمثل هذا الوقت من العام بنحو 6%. ولو أيضا نظرنا إلى المخزون في نقطة تسليم كاشينغ، سوف نلاحظ أيضا بأن حصل انخفاض مقداره 3.9 مليون برميل. وأيضا سأنتقل هنا أيضا إلى إنتاج البنزين وكذلك المكررات الأخرى، سوف نلاحظ انخفاض في مخزون البنزين قارب حوالي 2,000,000 برميل. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن بالفعل هنالك بعض الارتفاع في المخزون الأمريكي، لكن هذا الارتفاع لم يجعل المخزون الأمريكي في مستوياته الطبيعية، بل هو ما زال ما دون المتوسط ب6% كما أشرنا. وأيضا هنالك استمرارية في الطلب، المصافي تعمل بقدرة 85% تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب نفس التقرير، وهذا إن أظهر شيء يظهر بأن هنالك طلب جيد على النفط في الولايات المتحدة. رغم أن المخزون ارتفع، لكن نواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي. وبذلك عندما رأى المتداولون تفاصيل هذا التقرير وعندما صدرت التحليلات مثل تحليلاتنا التي نقدمها عبر شركة إكويتي، لاحظ المتداولون بأن هنالك طلب جيد على النفط، مما استدعى ارتفاع في أسعار النفط. ولو لاحظنا أسعار النفط الأمريكي الخفيف انخفضت إلى 80-81 دولار، وثم عاودت ارتفاعها من جديد. فبداية تجاوبت الأسواق مع ارتفاع المخزون، لكن عندما نظرت إلى التفاصيل في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عاود المتداولون تجديد مراكزهم الشرائية وسط ظهور ملامح على أن هنالك طلب لا بأس به على المشتقات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تقرير إدارة معلومات الطاقة بحد ذاته هو إثبات على استمرارية أزمة اختناق سلاسل التوريد. لا تحدث هنا فقط بحريا، لكن أيضا بريا هنالك اختناق في سلاسل التوريد، مما يتسبب في ضعف وصول النفط إلى المستهلك النهائي ويبقي على الأسعار مرتفعة نوعا ما. هذا يعني أن الغموض والمخاطر في سوق النفط ما زالت موجودة. بالتأكيد، كما تفضلت، عندنا مخاطر عديدة تحيط في أسواق الطاقة. بداية فيروس كورونا لم ينتهي، هنالك مخاوف حتى أنه رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لفت نظري في بعض الكلمات التي ألقاها في آخر خطاباته، وأشار أنه لا يتوقع أو عفوا يتوقع أن نشهد موجات أخرى من فيروس كورونا. أدعو أن لا يحصل ذلك، لكن هذا ما زال موجود. فبالتالي انتشار جديد لا قدر الله من متحورات فيروس كورونا قد يكون ضاغط على أسعار النفط. أيضا هنالك موضوع آخر، وهو المتغير المناخي والمتغيرات الجوية في العالم كله. هنالك من يشير إلى أن هذا الشتاء قد يكون حاد وقوي على عديد من الدول الأوروبية، كندا، شمال الولايات المتحدة. هذا قد يكون أيضا سبب لبعض التقلبات وعدم الوضوح في المستقبل في أسواق الطاقة. أما من ناحية أخرى، هنالك نحن أمام استمرار المفاوضات بين الدول مع إيران بخصوص الملف النووي، وقد أيضا نكون أمام تطورات جديدة بخصوص الإنتاج الإيراني. كل هذا يترك أسواق الطاقة في حالة من عدم اليقين، لكن إذا تحدثنا على المدى المتوسط والطويل، لكن على المدى القصير يبدو أن الأمور أقرب لأن تكون واضحة نوعا ما. فبداية المتداولون ابتداء من يوم غد الاثنين سيبدأون بترقب أي مستجدات من منظمة وحلفائها، وأيضا سيتابعون أي مستجدات بخصوص الطلب والعرض عالميا قد تظهر على مدى هذا الأسبوع. طيب، يعني هل ممكن أيضا أن تؤثر أسعار النفط الحالية
وشح المعروض على التعافي الاقتصادي، وكيف سيكون شكل هذا التأثير؟ بالتأكيد طالما كان ارتفاع أسعار النفط مضر جدا في المستهلكين. لو تكلمنا عن الاقتصاد العالمي، الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد الأول في العالم ويشكل النسبة الأعلى من النمو الاقتصادي العالمي. أيضا الصين فهي تشكل ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومن المستهلكين الكبار بالنسبة للنفط. الآن ارتفاع أسعار النفط يضر في المستهلكين بشكل مباشر مما يقلل الإنفاق، هذا أولا. ثانيا، الارتفاع في أسعار النفط قد يتسبب أيضا، بل ليس هي شك بل هي يقين، بأن ارتفاع أسعار النفط طالما تسبب بارتفاع في معدلات التضخم. بداية التضخم في القيم الإجمالية مثل مؤشرات أسعار المستهلكين التي شاهدناها ارتفعت عالميا، ومن ثم ينتقل التأثير إلى مؤشرات الأساس يعني التي تستثمر الغذاء والطاقة. كيف يحصل ذلك؟ لأن المصانع المنتجين يحتاجون إلى طاقة إنتاجية، وهذه الطاقة الإنتاجية وأسعار لإيقاف برامجها التحفيزية وخصوصا أسعار الفائدة أو رفعها بشكل طفيف، فارتفاع أسعار النفط يهدد النمو الاقتصادي العالمي. وأقرب مثال على ذلك هو عندما ارتفعت أسعار النفط في السبعينات من القرن الماضي، أيضا في أعوام 2008 كان هنالك دور كبير لارتفاع أسعار النفط في إبراز مشاكل اقتصادية أخرى تسببت في انهيارات اقتصادية قوية حينها. بالتالي لا أقول هنا أننا وصلنا إلى هذه الحدود الخطيرة من ارتفاعات أسعار النفط، لكن الارتفاع في أسعار النفط إذا استمر قد يكون سبب لتعثر أو زيادة تباطؤ النمو الاقتصادي. نحن نتكلم هنا دول عظمى ونتكلم كاقتصاد دولي ككل. طيب، يعني هناك انتظار لإعلان من قبل الاحتياطي الاتحادي، مجلس الاحتياطي الاتحادي، موعدا لبدء تقليص تدابير التحفيز. إذا هذا ماذا سيحدث؟ يعني ما الذي سيؤديه خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة؟ الآن بالنسبة لرفع أسعار الفائدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من غير المتوقع أن يقوم به في الأشهر المقبلة القليلة، بل أقرب التقديرات بالنسبة لنا تشير إلى احتمال رفع الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2022. واستشهد بكلمات قالها جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عندما قال بأنه ليس الوقت المناسب للمساس بأسعار الفائدة. كانت هذه إشارة كافية لأن الفيدرالي الأمريكي قد لا يفكر حاليا في تعديلات على أسعار الفائدة، فأسعار الفائدة من المرجح أن تبقى في مستوياتها الحالية بين 0 و25% في المئة على الأقل حتى النصف الثاني أو بداية النصف الثاني من العام المقبل 2022. لكن إذا تحدثنا عن شراء الفيدرالي للسندات، الفيدرالي الأمريكي قرر عدة برامج لشراء الأصول والسندات تبلغ بإجمالي 120 مليار دولار شهريا كأقل حد. الآن التوقعات في أغلبها تشير بأنه حان الوقت بالفعل لأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي بتقليص هذه البرامج. نحن نتحدث عن برامج ضخمة، نتحدث عن ارتفاعات في التضخم في الولايات المتحدة لمستويات لم نشهدها غير في تسعينات القرن الماضي، ارتفاعات مهولة في التضخم. إذا نظرنا إلى مؤشر الـ PCE وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الجوهري فقد ارتفع إلى 4.4%. مؤشر الـ Core PCE وهو مؤشر في القيمة الأساسية يستخدمه الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم وصل إلى 3.6%. هذه مستويات مرتفعة جدا، لذلك على الفيدرالي أن يبدأ بالفعل بتقليص شرائه للأصول، وذلك لتقليص النقد المتاح في الأسواق، لتقليص دوران النقد، وهذا سيكون أثره ليس كما يعتقد الكثيرون سلبي على النمو الاقتصادي أو سلبي على أسواق الأسهم، لأنه لو لم يقم الفيدرالي بذلك سنكون هنا أمام معضلة لخروج التضخم عن السيطرة، كما حصل على سبيل المثال في أيام آلان غرينسبان رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بعد أزمة انفجار فقاعات التكنولوجيا في 2001، عندما ترك سياسات تحفيزية هائلة لفترة طويلة كان لها آثار خطيرة ومدمرة. بالتالي الفيدرالي الأمريكي يجب أن يبدأ بتقليص برامج شراء الأصول، وأعتقد سيبدأ بتقليص بمقدار 15 مليار شهريا، إن كان بحد أكثر فأعتقد أنه 20 مليار، لكن أكثر من ذلك لا أعتقد، بل سيقوم بذلك بشكل تدريجي.
لذلك أعتقد بأن قرار مثل هذا القرار سيتفهمه الأسواق على أنه استمرار رعاية الفدرالي الأمريكي للاقتصاد، التزام الفدرالي الأمريكي بوعوده باستقرار الأسعار، وكذلك قد يكون إشارة إلى أنه عازم على إعادة التضخم للمستويات المقبولة بالنسبة للاحتياط الفدرالي، رغم أني أشك في هذه النقطة تحديدا على المدى القصير. أعتقد أنها راح تأخذ سنوات قبل عودة التضخم إلى النسبة 2% المرغوبة من الفدرالي، لكن هذا قد يظهر للأسواق المالية وكذلك للمتابعين للاقتصاد بأن الفدرالي الأمريكي ربما سوف يكون أهلا لأن يحاول إيقاف ارتفاعات التضخم مستقبلا، وبالتالي تأثير مثل هذا القرار قد يكون نوعا ما سلبي قليلا، لكن على المدى الأبعد قليلا هو إيجابي. أما على الدولار الأمريكي فيعتبر ذلك إيجابي على الدولار الأمريكي فعليا حتى ولو كان على المدى القصير. طيب، يعني قبل أن يطبق كل هذه التحليلات المجلس الاحتياطي الفيدرالي، ماذا عن المخاوف العامة المتعلقة بارتفاع الأسعار وتأثيرها على أسعار الذهب؟ الآن بالنسبة لأسعار الذهب تتأثر في العديد من المتغيرات، بداية سياسات البنوك المركزية في العالم، لا أتحدث هنا فقط عن البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أتكلم البنك إنجلترا المركزي، أتحدث عن البنك المركزي الأوروبي الذي قرر تثبيت سياساته النقدية التحفيزية الأسبوع الماضي، أتحدث عن بنك كندا الذي أوقف أيضا سياسات برامج شراء الأصول، وتحديدا إذا تحدثنا نتحدث عن أسعار الفائدة. فأسعار الذهب حاليا تواجه صعوبة بالارتفاعات، لأن الذهب من المعروف إذا كانت توقعات التضخم تشير لاحتمال الارتفاع فأسعار الذهب تتجاوب مع ذلك إيجابا، حتى أن عوائد السندات الأمريكية لو نظرنا لها الأسبوع الماضي شهدت بعض الانخفاض، لكن أسعار الذهب لم تستطع الارتفاع كثيرا، من مستويات حول 1810 عادت لتنخفض وتغلق عند 1782 دولار للأونصة الواحدة في البورصات الأمريكية. هذا يدلني بأن أسعار الذهب حاليا تواجه ضغط من توقعات سياسات البنوك المركزية، فأسعار الذهب الآن بين شد وجذب، بين محفزات للارتفاع متمثلة في التضخم، متمثلة في المخاطر الاقتصادية العالمية، متمثلة أيضا بالارتفاعات الهائلة بأسعار السلع والنفط كذلك، لكن من ناحية أخرى الدولار الأمريكي يقف بالمرصاد، وتوقعات أيضا تقليص التحفيزات الاقتصادية من البنوك المركزية تقف بالمرصاد، مما قد يجعل أسعار الذهب ضمن نطاقات محدودة نسبيا، وهذا ما شاهدناه خلال الشهرين الماضيين، أسعار ذهب عم تتداول ضمن نطاق 1770 أو 1750 أغلب الوقت تقريبا، حتى لو ارتفعت قليلا تعاود الانخفاض، حتى لو انخفضت قليلا تعاود الارتفاع. فهنا نلاحظ بأن أسعار الذهب حاليا بحاجة إلى محفز آخر، يجب أن نترك الدولار الأمريكي جانبا لبعض الوقت، توقعات سياسات نقدية للبنوك المركزية نضعها جانبا، وكذلك المخاطر الاقتصادية لأنها قد لا تكون كفيلة على المدى القصير بإخراج أسعار الذهب من نطاقاتها المألوفة نوعا ما. فأصبحنا الآن بحاجة إلى محفز أساسي جديد ليخرج الذهب من هذا النطاق، وربما سنشهد بعض الانخفاض بالذهب في حال ارتفع الدولار الأمريكي، لكن في نفس الوقت قد يكون هذا الانخفاض بالذهب نوعا ما محدود، لأنه كما أشرت لحضرتك هنالك العديد من المتغيرات التي تتسبب في تداولات متذبذبة جدا لأسعار الذهب ضمن نطاقات محدودة، حتى أن المتوسطات السعرية أصبحت قريبة من 1770-1780 دولار في نطاقات خلينا نحكي عرضية في تداولها، مما قد يبقي على التذبذب في أسعار الذهب. ربما سنشهد بعض التحركات يوم الأربعاء المقبل مع انتظارنا لقرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ربما كذلك قد نشهد بعض الحركة يوم الجمعة المقبل مع انتظارنا لبيانات الوظائف الأمريكية، لكن كما أشرت لحضرتك يجب أن يكون هنالك متغير أساسي جديد مهم لتحريك أسعار الذهب بعيدا عن المستويات المعتادة الحالية. طيب، يعني دعني أسألك أيضا سيد سرجيس عن موسم أرباح الشركات للربع الثالث من العام، هل سيدعم ذلك أو سيدعم الأسواق العالمية؟ الآن الأسواق المالية العالمية خلينا استقبلت بفرح نتائج أعمال الشركات، رغم أن شفنا نتائج أعمال شركة أمازون بأقل من المتوقع، أبل كانت حول المتوقع، لكن لو نظرنا إلى كبرى الشركات في العالم، ننظر إلى فيسبوك، ننظر إلى ألفابت، ننظر إلى غيرها أيضا الكثير، كانت نتائج أعمالها إيجابية جدا مقارنة في التوقعات في أغلبها، حتى أن مؤشر ستاندرد أند بورز
ارتفع لمستويات قياسية، مؤشر داو جونز وصل مستويات قياسية، وأيضا نلاحظ أيضا مؤشر ناسداك التكنولوجي وصل لمستويات قياسية مرتفعة مع صعود هائل في أسهم شركة تسلا مع توقعات زيادة الطلب على السيارات الكهربائية التي تنتجها بسبب عقود مع شركات أخرى. قد تستطيع تسلا من خلالها بيع 100,000 سيارة جديدة العام المقبل. المتداولون حاليا ارتأوا بأن بيانات الشركات ونتائج أعمالها إيجابية، وفعلا تجاوبت الأسواق المالية أسواق الأسهم تحديدا مع ذلك إيجابا. أغلب مؤشرات أسهم أوروبا، المؤشرات الأمريكية شهدت حالة من الانتعاش، زيادة في شهية المخاطرة، المتداولون يبحثون عن استثمارات في أسواق الأسهم، وهذا ما قد يستمر لبعض الوقت. لكن هنالك نقطة جوهرية، مع اقترابنا من نهاية هذه السنة يجب على المتداولون، لأن الاقتصاديين حاليا يفعلون ذلك والدارسين لقوائم ونتائج أعمال الشركات يراقبون مدى تأثير أولا ارتفاع أسعار المدخلات على الشركات، والذي لا يكافئه ارتفاع في الأسعار عند أبواب المصانع إلى المستهلكين، هذا الارتفاع قد يقلص من ربحية الشركات. أيضا التسليم بحد ذاته مع تعثر سلاسل الإمداد، أمازون وهي الشركة التي أثبتت لنا بأن هنالك تأثير واضح لاختناق سلاسل الإمداد، قد نبدأ الآن بمراقبة أداء الشركات خلال الربع الرابع الجاري، خصوصا كما نعلم بأن الاحتفالات كثيرة في شهر ديسمبر ونهاية ديسمبر. لذلك إذا أبدت الشركات أي توقعات سلبية، هنا قد نشهد أسواق الأسهم قد تبدأ نوعا ما في التراجع. لكن على المدى القصير أعتقد بأن أسواق الأسهم تعيش حاليا حالة من الثقة، حالة من ارتفاع شهية المخاطرة، والتي شاركت فيها نتائج أعمال كبرى الشركات حول العالم. أذكر منها شركات كبرى من قطاع البنوك، جولدمان ساكس، سيتي جروب وغيرها، وأذكر منها أيضا في القطاع الصناعي والتكنولوجيا عندنا فيسبوك، عندنا أيضا إذا تحدثنا عن ألفابت وغيرها، كلها هذه الشركات حفزت من شهية الاستثمار، وقد تستمر في تحفيز الارتفاعات في مؤشرات الأسهم خلال الأيام المقبلة وربما الشهر ككل. أشكرك جزيل الشكر سيد سرجيس نزار، محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من عمان، على كل إجاباتك وتوضيحاتك. شكرا لك.